النهارده في حصلت او مش النهارده يعني من يومين يمكن هنتاكد دلوقتي. المهم قريه اسمها قريه بنجا في دايره مركز طهطا محافظه سوهاج بلدياتي يعني، شيعوا القريه شيعت جثمان الشيخ محمد صالح احد ابناء القريه، شيعته مش بالطريقه المعتاده في التشييع اللي هو يعني لا اله الا الله يعني الحزن، لا ده شيعته بالطبل والمزمار البلدي من بيته حتى المسجد اللي صلوا عليه فيه لغاية لما دفنوه في المقبرة. طبعا ده جرى على غير العادة المتبعة في مش بس في سوهاج وفي الصعيد، لا وفي وجه بحري، انه طبعا كل المشهد كان غريب شوية. طيب احنا عايزين نعرف، نشوف الفيديو الأول وبعدين نفهم ايه اللي حصل بالظبط. طبعا مشهد فريد من نوعه، يمكن انا يعني ما افتكرش ان انا شفت لا في التلفزيون ولا في الواقع في الحياه مشهد زي ده، تشييع بالطبل والزمار والرقص. طب ايه اللي حصل؟ ليه اللي حصل ده؟ معانا على التليفون الاستاذ خالد رياض مدير مكتب جريده الوطن في سوهاج، وهو ساكن في قريه جنب قريه بنجا في مركز طهطا. استاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا استاذ عمرو. اهلا بيك استاذ خالد. ليه التشييع حصل بهذه الطريقه؟ هو التشييع سعادتك قاصر على هذه العائله فقط، وليس يعني حضرتك تعلم جيدا عادات الصعيد وطبائع الصعيد. هذه القرية يوجد بها عائلة اسمها عائلة الحسينية. عائلة الحسينية يعني يقال بها نسل من أولياء الله الصالحين، ده حسب ما يقولون أفراد هذه العائلة. هناك 6 أضرحة لهذه العائلة تم تشييعهم في السابق بنفس الطقوس، الطبل والمزمار البلدي، والميت يجوبون به مختلف شوارع القرية، النساء تطلق الزغاريد وتلقي الحلوى على المشيعين في الشارع. الشيخ المتوفي يقال أنه يعني لديه صومعة في بيته يتعبد فيها، لا يخرج إلا مرة واحدة كل عام. يقال أيضا أنه جده أول ضريح أنشئ في لهذه العائلة كان للشيخ يسمى الشيخ صالح، بعده توافد 6 مشايخ آخرين من هذه العائلة. لا، ليس كل من يتوفى في هذه العائلة يتم إجراء مثل هذه الطقوس، يعني في ناس معينين يعني هم اللي بيتوفوا بيكون عندهم شروط طبقا للعائلة دي، يعني بيعتبروهم من أولياء الله الصالحين وبيعملوا لهم التشييع الخاص ده، مش كده؟ أنا لا أسمع الصوت جيدا، ولكن على ما سمعت ليس كل من يتوفى في هذه العائلة تقوم له مثل هذه الطقوس، فقط الذين تظهر علامة أنهم أصحاب تقوى وأصحاب صلاح تقام لهم مثل هذه الطقوس في العائلة. عدد الذين يعني إجمالا الذين تم إجراءهم لهم مثل هذه الطقوس في العائلة 6 مشايخ، جدهم يقال تم بناء، يوجد هناك ضريح كبير ومقام يتم دفن هؤلاء الموتى بجوار بعضهم البعض، وهناك احتفال سنوي يقام في هذا المكان في شهر 7 من كل عام، تذبح الذبائح والولاء، هذه هي عاداتهم وهذه هي تقاليدهم. وانت تعرف جيدا استاذ عمر ان الصعيد هناك موروث شعبي قديم في قصه المشايخ والاضرحه واولياء الله الصالحين، يعني هذا لكن هذه العاده الطبل والمزمار البلدي يعني قد تكون يعني فريده من نوعها في الصعيد. يعني الـ5 اللي سبقوا المرحوم الشيخ محمد ما حصلش ليهم التشييع بنفس الطريقه؟ لا، نفس الطريقه، نفس الطريقه، الطبل والمزمار البلدي والرقص والموسيقى هكذا. الوحيدين. وطب والعزاء، والعزاء استاذ خالد برضه بنفس الطريقه يعني ولا ايه؟ الناس هتروح تعزي ولا تقول لهم الف مبروك يعني مش عارف؟ يا لا، هو ساعتك في ناس بتروح ترقص
استاذ يعني احد المداعبين اللي قال لي منذ الان طب واحنا موتانا بنبكي عليهم والناس بتفرح، ما احنا عايزين نعمل زيهم يعني. ففي ناس بتاخدها من نوع الدعابه، بقول لك يعني طبعا مش عزا يعني، الناس بتروح تفرح وفي ذبائح بتذبح يعني بعدها بيوم يومين كده والناس بتاكل وكانه ما فيش ميت مات يعني. طب الله خلينا نروح ننسق انا وانت نروح نعزي. البقاء لله. البقاء لله. شكرا شكرا استاذ خالد رياض مدير مكتب جريده الوطن في سوهاج. طبعا يعني انا مش عايز اتكلم كتير عن سوهاج، انا من سوهاج يعني، بس حاجه كويسه على فكره.